وجهتنا كانت السوق الأسبوعية بحثا عن مواشي من سلالة أولى الجلال، أين توحدت آراء البائعين والزبائن حول جودة لحومها ومعدل نموها، ما يزيد الطلب عليها خلال عيد الأضحى. يغصدوها ويحوسوا عليها ويزيدوا فيها الصوم. هي على جهة النوعية ولحمها طيب ومليح. يجوا من كل ولاية، من كل ولاية يجوا يدوا السلعة منا. وتاع أولى الجلال كيمشوا كل من 8 ل 10 حتى ل 12 مليون. الأسعار في هذا السوق ورغم كثرة العرض إلا أن الآراء تضاربت بين الموالين والمواطنين. بالأسعار أخويا راه والله قاشي على النار، قسما بالله تسوموا بخمس ملايين يقول لك 10 ويقول لك رانا ماناش خاسرين في لافير. الأسعار زايدة من 800 لمليون 500. لا قسما بالله. ولكن هاي الموال كي يقول لك راني نبيع رخيص. درك الشهرية تاعنا احنا واحد كيما أنا نهضر على نفسي، شهريتي بثلاثة. وما لقيتش تحت الرابعة ونص. راه ستة، الموال في العام الأول دير 8 9، راه جبنا يطيح منه اللورا. النعجة المخيرة بربعة، الموال في الدير 5 5 ونص. هذه ديما جبنا اللورا. ولضمان الوفرة وتمكين المواطن من اقتناء أضحيته في أي وقت يشاء، تم فتح نقاط بيع عديدة على مستوى أولى الجلال والبلديات المجاورة التي تحرص فرق بيطرية على مراقبتها. المراقبة تخص مراقبة الأعراض، الأمراض المتنقلة وخاصة الأمراض المعدية منها الحمى القلاعية ومرض الجدري. وهذه المراقبة يقوم بها أطباء بيطريين موظفين والأطباء البياطرة الخواص. للإشارة فولاية بسكرة تتوفر على أكثر من 1,200,000 رأس غنم، ما يجعلها ولاية رائدة في هذا المجال.